التغيير اللي ممكن يكون في الجمهوريه الجديده ايه هو؟ لو انا حتى بتكلم على محتاج تشريعات ولا لا، محتاج تعديلات، حتى لو بتكلم حتى دستور محتاج يعني الشكل اللي جاي ايه؟ طيب اسمح لي الاول اشرح لحضرتك مفهوم الجمهوريه الجديده. هي جمهوريه بناء البشر قبل بناء الحجر. نعم. فممكن يعني اتطرق لسؤال، هل مصر في تراجع ام في ثبات ام في تقدم؟ اللي بيجيب على هذا التساؤل هو المؤشرات الاقتصاديه العالميه، اللي هي مؤشرات ما فيهاش يعني هي حياد. نعم. تام، ما فيهاش مجامله، ما فيهاش مجامله. نعم. لان ما فيش دوله هتترك لمصر تصنيف اعلى منها. نعم. مجامله. نعم. المؤشرات الاقتصاديه العالميه الحاليه بتقول ان مصر في تقدم، معدلات نمو في تقدم، معدلات البطاله في تراجع، معدلات التضخم في تراجع. ده معناه ان مصر بتسير على خطى وخطوات ثابته. طيب هسال حضرتك ايه هي الجمهوريه الجديده؟ الجمهوريه الجديده الاختلاف فيها هو وعي القيادة السياسية بأن هناك قضايا لم يكن لأحد أن يتطرق فيها بها من قبل. زي مثلا الصعيد، زي ما معالي الوزير ذكر، ما كانش حد بيروح الصعيد، وكانت الزيارة كانت زيارات شكلية. لما رئيس جمهورية بيزور وبيحس المواطنين ويتجاوب معهم بصفة يومية وبيتساءل عن مشاكلهم الحياتية، ده معناه أن احنا بننظر لجمهورية جديدة من منظور مختلف. قضايا الصعيد، قضية تمكين المرأة. احنا كنائبات في البرلمان لأول مرة، أنا قاعدة النهاردة هنا بفضل فكر قيادة سياسية رشيدة أدركت أن المرأة بتمثل جزء من المجتمع. 120 نائبة دلوقتي مش كده؟ ده أكتر. أكتر أو هنزيد إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ربنا يزيد ويكتر. أنا بس عايزة أقول لحضرتك والله مش بالعكس. لا كويس. ده يعني موضوع المرأة في البرلمان اتاح قضايا ما كانتش يعني ما كانش فيه اتاحه قبل كده ان احنا نتطرق ليها. لان انا ما يعني مش مع مقوله ان المراه نصف المجتمع، المراه هي تشمل المجتمع. نعم. هي المراه هي بتشمل قضايا الاسره وقضايا الـ 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 الزواج وقضايا الاطفال وقضايا الابناء. فاللي انا بس عايزه اقوله ان المراه في هذا في الجمهوريه الجديده وصلت لاعلى المناصب. ما كانتش، احنا ما كناش نحلم ان احنا، انا بقول لحضرتك فضل ان انا قاعده هنا ان انا امراه بمثل المراه في البرلمان. لان القياده السياسيه كان الاول يعني ايه، وعن حزب عريق، حزب الوفد. حزب الوفد طبعا. نعم. اللي اعرق حزب. نعم. في مصر، ويعتبر تاني اعرق حزب على مستوى العالم بعد انجلترا. فانا بس عايزه اقول ان المراه، كل المراه المصريه بتشكر مع القياده السياسيه. الجمهوريه الحديثه زي ما قلت لحضرتك الوعي، الوعي في قضايا ايه؟ قضايا حقوق الانسان. قضايا تمكين المراه. نعم. الشباب. نعم. انت عند حضرتك مؤتمر الشباب القادم، منتدى يعني منتدى يوم 10. نعم. يعني معنى كده ان احنا ما بقيناش بنتطرق لقضيه وبنترك باقي القضايا، احنا بقينا بننظر بمنظور شامل لقضايا متعدده. خلاص روحي ست